بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تيجاني وعنا به، آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الأسف ده أشد الغضب. ما هو سيدنا موسى عليه السلام كان له ثلاث أعداء: فرعون وهامان وقارون، وربنا أرسله إلى الثلاثة دول، إلى فرعون وهامان وإيه؟ أما فرعون وهامان فقد أغرقا، وأما قارون فقد خسف به وبدارين الأرض. فرعون ده مش لقب، لا ده اسم، يعني اسم الملك اللي راح له سيدنا موسى اسمه فرعون، مش لقبه. الناس تظن ان فرعون دي لقب زي هرقل، لا، هذا اسم الملك. مفيش حاجة اسمها الحضارة الفرعونية القديمة، اسمها الحضارة المصرية القديمة. مفيش حاجة اسمها علم الفراعنة، اسمه ايجيبتولوجي، يعني علم الحضارة المصرية القديمة. هم كانوا ملوك، يعني رمسيس الأول اسمه الملك رمسيس الأول، الملكة حتشبسوت، مش اسمه الفرعون رمسيس، لا، الفرعون ده كان واحد بس اسمه فرعون. حتى لما اكتشفوا الكتابة الهيروغليفية اكتشفوا ان بيكتبوا اسماء الملوك جوه، زي احنا بنقول قوسين كده، هم بيكتبوها جوه خرطوشه كده، يعني مستطيله. عارف خرطوشه المسدس بيبقى شكلها كده، بيكتبوا جواها اسم الملك، اسمها الخرطوشه الملكيه، بيكتب اسم الملك مش لقبه. فلقينا اسم فرعون مكتوب جوه الخرطوشه ديت، يعني واحد اسمه فرعون. اسمه فرعون. لما ذكر ايام سيدنا يوسف عليه السلام ذكروا بألقابهم، الملك يا ايها العزيز، مش كده؟ دي كانت ألقاب، العزيز والملك، لم يذكر باسم. انما هنا بقى وفرعون ده اتذكر في القرآن الكريم كم مرة؟ 74 مرة. كم مرة بقى؟ باسمه فرعون، فرعون، فرعون. والدليل على أنه اسم وليس لقب قول النبي: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. أسماء، هما الثلاثة أسماء، مش هيذكر لقب وبعدين أسماء: فرعون وهامان وقارون. وجابها تاني: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى. يعني جايب الثلاثة جنب بعض بأساميهم، محدش يقول بقى دي ألقاب، لا دي أسماء. المهم، يبقى عدو آخر، بس الثلاثة يعني فرعون وهامان وقارون دول كانوا ناس يعني أغنياء ومعاهم فلوس ومرتاحين وعندهم ملك وعندهم، مش كده؟ إنما جه بقى واحد صعلوك، جه واحد صعلوك من بني إسرائيل، ونفسه بقى يبقى يعني يبقى معاه فلوس ويبقى له يعني رئاسة. قعد يفكر هذا الرجل يعلم تماما أن بني إسرائيل
لن تستمر على عبادة الإله الذي يدعوهم إليه موسى، لأن سيدنا موسى يدعوهم إلى إله لا يدرك بالحواس، وهو عارف أن بني إسرائيل قوم ماديون إلى آخر درجة. ده هم عدوا البحر قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ فبنوا إسرائيل متعطشون إلى إله يعبدوه، وعارف أن بني إسرائيل إذا أخرج لهم إله لن يلتفتوا إلى كلام سيدنا موسى ولا إلى نصائح سيدنا هارون، يخرج لهم بس إله. ولكن سيدنا موسى عليه السلام كان رجلا قويا وكان حاكما لبني إسرائيل، فما فيش أي فرصة، فهو قال أنا هنتهز فرصة إن سيدنا موسى ما يبقاش موجود. طب هو قاعد يفكر يا ترى أجيب لهم إله منين؟ أعمل لهم إيه إله؟ بنو إسرائيل كانوا في مصر يأخذون ويسرقون كل ما تصل إليه أيديهم من ذهب المصريين، كل ما تصل إليه أيديهم من ذهب المصريين كانوا يسرقونه ويكنزونه، وخرجوا به من مصر، والسامري يعلم ذلك جيدا. السامري قبض قبضة من أثر الرسول، أخذ شيئا من علم الرسول، قبض قبضة من أثر إيه؟ هو لقى إن سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة، مش كده؟ والبقرة دي ضرب بها الرجل والرجل قام، فبني إسرائيل عندهم خلفية إن البقرة دي حاجة فيها سر. وبعدين سيدنا موسى قال لهم إيه؟ بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فقبض هذه القبضة. وعندما خرج مع بني إسرائيل اتخذ مغارة قريبة واشترى عجلا أصفر اللون يسر الناظرين، وأخذ يطعمه ويسقيه في تلك المغارة بعيدا عن بني إسرائيل، وجاب له طوق ذهب كده ولبسه وروقه على الآخر، وكان ينتظر ساعة الصفر. سيدنا موسى مشي قاعد يستنى، هو قال لهم هيجي لهم بعد 30 يوم، قاعد مستني. 30 يوم عدوا، سيدنا موسى ما جاش. 31 32 خرج عليهم واعظا، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، الذهب الذي كنتم تكنزونه وقد سرقتموه من المصريين هذا هو الذي يمنع عنكم الإله، لابد أن تتخلصوا من هذا الذهب حتى يخرج لكم الإله، ألا ترون أن موسى لم يرجع؟ حتى موسى لم يرجع. اذهبوا إلى تلك المغارة المقدسة فألقوا هناك بالذهب وسيخرج لكم إله ترتضونه وتعبدونه. فعلا ذهبوا إلى المغارة، وبقرب المغارة كلهم ألقوا فكذلك ألقى السامري بكذبته، يعني هم ألقوا الذهب اللي معاهم وألقى السامري بإيه؟ قال له اخرج أيها الإله، فأخرج لهم عجلا، مش صنع لهم، فأخرج لهم، هو ما صنعش حاجة، قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار،
يعني عاوز ايه بعد كده؟ يعني عجل صاحي وله ايه كمان؟ صوت. يعني مش عجل كده يعني، لا ده عجل كويس، ان هم ما يقدرش يصنع لهم من الذهب المسروق اله ويقول لهم ده ربنا، ده يعني ده رب مسروق ولا ايه؟ لا، ده هو بيفكر. فاخرج لهم عجلا جسدا له ايه؟ خوار. فقالوا هذا، العاقل بيشاوروا على العاقل، هذا إله، هذا إيه؟ إلهكم وإله موسى فنسي. سيدنا موسى الظاهر نسي يقول لنا إن الإله موجود هنا، وهو راح يكلم مين؟ عشان كده ما رجعش. السامري ده نسبة إلى سامرة، بلد جنب نابلس، شمال نابلس في فلسطين، أصوله من هذه البلد، ده اللقب بتاعه، اسمه السامري، ده لقب أو نسبة، نسبته، إنما مش اسمه، ربنا ما ذكرش اسمه. فرجع موسى إلى قومه غضبان إيه؟ حسن. قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ مش قال لكم هجيب لكم التوراة؟ طب ده هم قعدوا عاكفين عليه كام يوم؟ 20 يوم، لحد ما أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حبوه حب. وسيدنا هارون يعني كان ضعيفا أمام شعبه، كان ضعيفا أمام إيه؟ شعبه، شعب بني إسرائيل ده عاوز واحد يبقى قوي جدا عشان يحكمه، وسيدنا هارون طيب، مش يعني مش أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا، السامري حملنا، احنا ما شلناش، هو اللي حملنا أوزارا، حملنا أوزارا من زينة القوم، الذهب، فقذفناها، فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ يعني هو عجل صاحي وكل حاجة، بس ما بيكلمهمش، يعني لو كان هو تمثال كنا هنقول شايفين انه صنم ما بيتحركش، انما قال ايه؟ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا ايه؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا إيه؟ وسيدنا موسى إيه؟ وسيدنا هارون إيه؟ ما هو مستخلف سيدنا هارون، هما بيتلككوا. إنما هما لو كانوا هيسمعوا كلام سيدنا موسى طب ما كان ما يسمعوا كلام سيدنا هارون، بس هما بنو إسرائيل قال لك ده سيدنا موسى مش هيرجع تاني، فهم هنا بيقولوا ايه؟ احنا هنفضل عاكفين عليه لحد ما يرجع لنا ايه؟ انما لو كان بقى هم صادقين ما سيدنا هارون زي سيدنا موسى. وبعدين ولذلك تلاقي بعديها على طول قال لك قال يا هارون ما منعك، يعني سيدنا موسى جه اذ فجأة، يعني فوجئوا بوجود سيدنا ايه؟ موسى. سيدنا موسى طبعا عمل شوية حاجات عشان يرجع الوضع لإيه؟ لنصابه.
عمل ايه بقى؟ اول حاجه عملها انه غضب غضب شديد، غضب غضب ايه؟ لا تقوم له ايه؟ قائمه. وهذا الغضب مستحب في هذا الايه؟ الموضع، علشان كله يخاف. يقول لك والقى الالواح، يعني حطها بقى جنبه كده علشان ايديه تفضى. انا هفضلكم انا ايه؟ والقى الالواح واخذ براس اخيه. الحاجة الثانية بقى، يعني الحاجة الأولانية إنه غضب غضب شديد جدا، وبين الغضب ده للناس، إن ساب الألواح ومسك مين؟ وقال لهم أنا بقى هحاسب الصالح الأول، مش هحاسب الطالح، هحاسب رأس القوم الذي اللي أنا سبته تركته لكم. وأخذ برأس أخيه، مسك أخوه سيدنا هارون من رأسه كده يجره، يجره إيه؟ إليه. الحاجة اللي بعد كده، قام بتحقيق فوري مع السامري. طبعا السامري استخبى، هاتوه جابوه له بقى، وحقق معاه تحقيق. بعد كده ذبح البتاع دوت وحرقه ونسفه في البحر عشان يبقى خلص من كل الايه؟ القصة الايه؟ هذه القصة العنيفة التي ايه مرت ببني ايه؟ اسرائيل. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا إيه؟ موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب إيه؟ وهناك قال ولكن القوم استضعفوني وكادوا ايه يقتلونني. يعني مش كده بقى، ده هم يعني استضعفوني وكانوا حيموتوني لو كنت اتكلمت كلمه زياده. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. مش ابصرت، بصرت يعني فكرت، بصرت تفكيره كده هم ما ايه ما خطرتش على بالهم. فقبضت قبضة من اثر الرسول، من الكلام اللي انت قلته حضرتك، فنبذتها وكذلك يعني خرجتها من عالم التفكير الى عالم الايه؟ التقدير. فنبذتها يعني خرجت هذه الفكرة التي في رأسي الى عالم الايه؟ الوجود بقوة. وكذلك سولت لي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا إيه؟ قال له أنت ربنا حيبتليك بابتلاء كده في جلدك، إنك أنت ما تقدرش تمس أي حد ولا أي حد يمسك، فهتبقى ماشي كده تقول ما حدش يجي جنبي، ما حدش يمسني، لا مساس، يعني معلش ما حدش يجي إيه؟ مرض. وإن لك موعدا لن إيه تخلق. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه إيه عاكفا. طبعا في كل زمان ومكان في سامري، هناك سامري يبيع للناس الوهم حتى يستولي على أفكارهم بأي صفة من الصفات. يقول لك أنا فلان، أنا علان، أنا مين، أنا إيه، أنا معايا إيه، أنا مش عارف إيه، لحد ما أنت تثق بقى فيه ويبيع لك بقى الأفكار، يبيع لك الوهم. فلازم أنت بقى إيه تخلي بالك من السامري اللي جواك الأول، ما أنت جواك سامري. السامري اللي جواك تعمل فيه ايه؟ تنسفه وتقول له لا مساس، وتقول له ايه؟ فتجد ان بني اسرائيل عكفوا والسامري عكف
وأشربوا العجل في قلوبهم وأحبوا العجل حبا. حتى بعد كده، بعد ذلك، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلصنا من السامرين، بقي لموسى عليه السلام العدو الأكبر، قومه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل دول طلعوا أكبر عدو، أكبر من فرعون، أكتر من هامان، أكتر من قارون، أكتر من السامري بكتير. بنو إسرائيل دول اللي قعدوا مع سيدنا موسى يعني ينكفوا فيه، شوف كم سنة بقى، حتى توفي في صحراء سيناء. في صحراء إيه؟ سيناء. ودفن هناك في شمال سيناء بنو إسرائيل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، فقال إنكم قوم إيه؟ تجهلون. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي الإيه؟ المفترين. يعني هم كمان مفترين، يعني جهلة وإيه؟ فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يبقى هم كمان إيه؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء. وبعدين سيدنا موسى قال إن هم فاسقين، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني ما كانش في بني إسرائيل غير سيدنا موسى وأخوه، ما كانش لسه بقى إيه ظهر بقى سيدنا يوشع ابن إيه ابن نون بقى. فافرق بيننا وبين القوم الإيه؟ قال فإنها محرمة. إيه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله.